خطيرة الأسرة إيه الأخ ميس الإخوان، أتمنى الرسالة ديالنا توصل في هذه الليلة هذه، أن يكون واحد راه لاهف حاجة أخرى، ولكن حنايا تحية الإخوان وش غادي نقول لكم، لكي يسول على الصحة ديالنا ما راناش مزيانين من كتشوف الصحة نتاع الإخوان ديالنا. السلام عليكم، الأول تحية وأزول أيتما أزول لكم الإخوان كاملين، كما كتشوفوا القتل البطيء، الأخ اللي قال لك القتل البطيء ميسن الريف، شكرا لميسن الريف دائما كتكون من الأوائل اللي كتدخلوا لنا الإخوان، حسن ريكو سعيد محو أمطالس تحياتي رشيد، المسألة خطيرة لأستاذ ميسن الريف أستاذ ديالنا، أخ سليمان على ما أظن، و محمد ميس الريف محمد، مهم حنا ندخلو نهضروا على الموضوع ديالنا، الموضوع ماشي كيما نقولوا ديال اي واحد، من كتشوف المباشرات حنا ما عادش نهضروا في الناس ولا واش راهم يديروا، ولا كل واحد حر في الحاجه اللي بغى يديرها، ولكن في هذه الساعه هذه من كتشوفوا الاخوان يخش شي خبر عاجل من المختطفين اللي راهم في السجون ذوو العار، ومن بيناتهم المسألة الخطيرة والخطير في الأمر بأن الأخ ديالنا والبطل ديالنا والزعيم، واخا ما يبغيش يسمي راسو الزعيم، والأخ ديالنا السنديد ناصر الزفزافي كان في واحد وراه لحد الآن راه في واحد الحالة خطيرة، يعني كما كنقولوا يعني التنفس ديالو ما قدرش يتنفس حتى يعطيولو هذيك باش كيتنفس حتى وصل لحالة الأكسجين، وكيعتاو الاخ ناصر الزفزافي كيكون جالس وكيغيب كينعس كيغيب على يعني ينعس كيمشي، وحنايا يعني المراحل هادو خطيرة، الانسان واحد الانسان اللي كان رياضي، ناصر الزفزافي معروف عليه كان يلعب الكرة وكان يعني واحد الانسان رياضي ما كي يكمي ما كيدير شي حاجة ما والو، ولكن نتفاجئوا في هذا النظام ديال محمد السادس، النظام الديكتاتوري اللي خرج على هذا السيد هذا اللي وصل الصحة ديالو بينه هو وجوبه العديد من المعتقلين، ولكن كما وصلنا الخبر الإخوان اللي راه المهم الإخوان ديالنا عارفينه، اللي يقدر يدخل الصفحات كاين الصفحة ديال الإخوان ديالنا باللي ناصر الزفزافي راه في واحد الحالة خطيرة، ووصل لواحد الحد يعني النفس ديالو كان قريب، النفس ديالو قريب كان غادي يحبس، اللي يقول لك من راه جيب هذا الخبر هذا ولا من جبنا احنا هذا الخبر، كاين الاخوان ديالنا كاين العائلة ديال المختطفين اللي كيكونوا معاه اللي اتصلوا بالعائلات ديالهم عاوتاني وقالوا لهم الاخ الصديق ديالنا ناصر الزفزافي والاخ ديالنا ناصر الزفزافي راه في واحد الحالة يرثى لها، وحنايا كتشوف الاخوان ديالنا حنايا نبقاو لاهيين في المواضيع التافهة، نبداو الاخوان بهذه المواضيع، من يكون عندكم شي موضوع ولا عندكم شي حاجه كديروها في هذه المباشرات هذا وديروا اللي بغيتو، بس من كتشوفوا الاخوان ديالكم يموتوا في السجن والذل والعار، وهذه ماشي ديك الموت اللي كنقولوا، هذه فعلا هذا السيد راه البارح وهذه الايام فاتت عليه عصيبه جدا، والله راه عالم، والاخوان ديالنا عاود تاني اللي راه تما هذا الشيء غير اللي عرفناه اللي تسرب يعني باش يسمعوا باش يخرجوا العائلات ديال المختطفين ويديروا هذاك باش يقولوها لينا احنا الاحرار، راني يعني نخاطب الاحرار ديال الريف وديال ذاك الوطن هذاك والاخوان كاملين اللي يتضامنوا معنا واللي نشوفوا شي حل لهذه المهزله اللي كنديروها في بعضياتنا، ونتابعوا الاخوان ديالنا اللي راهم في سجون الذل والعار، اخ ديالنا ناصر الزفزافي انا كنت نورمال من العاده ديالي كنعس في واحد الوقيته بكري، ماشي نقول لكم انا كنعس بكري وكنفيق بكري، ولكن الاخوان من كتشوف شفنا شي حاجه على الاخ ناصر الزفزافي ما قديتش بقينا نبحثو منا وبحث منا وسول منا باش يكون التحقيق ونخرجو بالمباشر، قلت انا ما نقدرش نمشي نعس بلا ما نهضر على الاخ ديالي ناصر الزفزافي بلا ما نهضر على الاخوان ديالنا المختطفين، ما نخليش ناصر الزفزافي النفس ديالو قريب يموت، محمد السادس كيجيب الطيارة ويمشي يتنفس في فرنسا، وبينما ناصر الزفزافي في الحبس وكيقولوا له كيفوت عباد الله ويحرق عباد الله ويدي عباد الله للخارج، هذا الموضوع كملنا به، ناصر الزفزافي ما قتلش عباد الله في البحر،
نتوما لا محمد السادس، انت اللي راك تقتل ناصر الزفزافي، راكو تقتلوه بالموت البطيء، راكو تقتلوه في السجون، درتو والسبب ديال المرض ديالو هما دوك السجون كانوا يديروا في واحد الزنزانات الانفرادية لواحد المدة طويلة بدون شمس، وفيها الميديتي، فيها الماء كيدخل لك للرئة ديالك، كيدخل الجهاز التنفسي، وهذيك الدولة ديال محمد السادس كديرها هذاك الشيء اكسبري. الانسان الا شافته صنديد وشافته قابض في المقالات ديالو، في الكلام ديالو، في المطالب ديالو، واش كتقول له؟ وما يبغيش الركوع لغير الله، كيركع سوى الله تعالى، كيدوروا يركعوه. ومما يبغيش الانسان يركع، واش كيديروا له؟ كيديروا له الاخوان، بحال واحد اللي معروف في العالم، اللي دار الجوائز، واللي معروف الناس على ألسنة كل الدول عارفين شكون هو ناصر السفافي، الا واحد اللي ما عارفوش هو محمد السادس، عدو الله، المنافق اللي بغاو يقتلوا لنا الصنديد ديالنا اللي راهم يعذبوا فيه تما، اللي راهم زايدين تما في لاميديتي، كيرميوهم في دوك الزنازين الانفرادية شي مرات، كيديهم لواحد العدد طويل، الشمس ما كيشوفوهاش. تقول واش تا هذيك دولة؟ واش هذيك دولة ديال الحق والقانون؟ حاشا ولله باش تكون دولة ديال الحق والقانون. كما كنقولوا حنا كنوصلوا الرسالة ديالنا، راه إلا كان هنا 10 ديال الناس ولا 3 ديال الناس ولا واحد، كان ننشروها، ومن بعد الإخوان ديالنا اللي سمع لها من قبل، من بعد يسمع لها. لحقاش مين كان يشوفوا الشطيح والرديح، شفت اللي كيضربوا البندير، جبرت 1700 واحد كيشوفوه فيهم في المباشر، اللي كيهضروا على الشطيح والرديح، وبالشح اللي كيهضروا على الصناديد وعلى الحراك المبارك المقدس، القليل غاديين وكينقصوا. ولكن كنقولوا الحاجة اللي كترجع هاد الناس هادو باش نوليو عاوتاني هو الوقفات والاحتجاجات، ولكن في هاد الساعة لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. كنقولوا لهاد الناس هادو، واش كاع دوك التضحيات اللي ضحاو علينا دوك الناس هادوك، واش كاع التضحيات اللي ضحى علينا الأخ ناصر الزفزافي ونبيلة حمجيق ومحمد جلول، هادشي اللي كيستاهلوا علينا؟ كيموتوا يقولوا يخرجوا عائلات مختطفين بالتدوينه، اللي السيد راه كيموت، اللي السيد راه هزوا دادوا له التنفس باش كيتنفس، ودوك الناس مين كيخرجوا يقول لك راه كيموت، يعني راه سلك، قال لك راه سلك بالموت، وراه ماشي مره ماشي زوج، ودروك عاوتاني حنا حتى نفتقدوا هذاك السيد، راه لا يعقل. على الاخوان ديالنا خموا مزيان واش رانا نديروا، ندافعوا عليهم، ولكم الشرف نقولها الاخوان، الصناديد ديالنا، الصناديد، الكلمه ديالكم، الكلمه ديال الحق، كل شيء باينه، والفيديوهات اللي كانوا يديروا. ولكن درك راه واخا سمحوا لي، واخا درك راني ما رانيش مركز على كي سميتو، لحقاش مين كتشوف شي خبر على سيرتو، على هاد الناس هادو، على ناصر الزفزافي، ماشي يا ايها الناس هادوك اللي ما كاين لا اله الا الله. ناصر الزفزافي واحد اللي دافع عليا وعليك، واللي راك تشوف واللي غادي تشوف من بعد، دافع على المسكين وعلى الفقير وعلى الطبقة الكادحة، دافع على المستشفيات، ومع الإخوان ديالو عاوتاني اللي راهم تما في سجون الذل والعار، كما كيقولوا نبيلة حمجيق عاوتاني نقص في الميزان ديالو لواحد الدرجة كبيرة عاوتاني. الإخوان عاوتاني محمد الحاكي عاوتاني مسكين كيشوف داك الشيء اللي واقعين تما، كل شيء كيرقب كيشوفوا غاديين وكيتهرسوا في الصحه ديالهم، الناس في الربعينات في المقتبل ديال العمر باش يحلوا العينين ديالهم، يعيشوا مع يديروا الولاد ديالهم ومع العائلات ديالهم، راهم كيقتلوهم في السجون. دوك الناس في الحبس، واش كاين في الحبس؟ وياك ما كاين قهاوي، ما كاين شقوفه، ما كاين حتى شي حاجه اللي كتضر الصحه، واش كاينه؟ كاينه هي داك السجن هو اللي الصحه ديالو، ماشي هي هذيك. كيعذبوهم وكيقتلوهم وكيطحنوهم، وحنايا كنشوفو كنديرو مباشرات تافهة، مباشرات البناءة نهضروا على الحراك، المباشرات البناءة اللي خرج عليهم الحراك والمطالب العادلة والمشروعة، وفضح الفساد، ومما بدلنا باللي الدولة فاسدة، وهذاك رانا قابضين في الفساد ديال ديك الدولة بأكملها، من الصغير بالمقدم حتى الحاكم البلاد لعنة الله عليه محمد السادس. الحراك المبارك المقدس نقبضوا في الوثائق باش خرج، بفضح الفساد، بفضح بالمعاناة، فضح المعاناة واش كيعاني الشعب، وفضح المسؤولين، وفضح اي يد واحد من الدكاكين السياسية يجي يدير للدين ديالو
باش نوصلوا ونمشيوا لواحد الطريق اللي ان شاء الله بمشيئة الرحمن باش نوصلوا. ولا اللي كيبان دروك في هذه الساعة هذه اللي كديروا الاخوان، ما عاديش نخرج نبقى نضرب فيكم، راكو درتو راكو فعلتو راكو ما دار. اللي دار بزاف حسبنا الله ونعم الوكيل. الاخ اللي قالك شكرا الاخوان، قالك المسألة خطيرة، راه ماشي خطيرة الاخ، او والله الا لا تعرف راه فضيحة فضيحة صح، فضيحة والله الا اللي قالك الاخ شكرا اللي قالك المسألة خطيرة، فضيحة صاحبي. 4 مليون ريافة هنايا في اوروبا وفي العالم، 4 مليون ولا 5 مليون، وناصر الزفافي كيموت ما كانش اللي كيهضر ما كانش اللي يتنفس. انا شي نقول لكم درك في هذه الساعه ما قدرناش نديروا الوقفه، الله لو كان كاين شي حاجه زعما نقدروا نخرجوا بعدا غير هنا في المدينه فين كان سكنوا، نديروا في السونتر ونديروا تصور ديال محمد السفاح نتاع محمد العلوي لعنه الله عليه، ودوك القتاله والذباحه والارهابيين اللي معاه، ونمشيو نديروا نفضحوا على هاد التطبيع هادو مع جميع الدول. راه مفضوح راه مفضوح، نزيدوا فضيحه على فضيحه نخرجوا. ولكن في هذه الساعه هذه اللي كتهضروا اللي كتعطيتوا القسام وتحلفوا دائما، والله 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 رانا مع الحراك. ايوا الحراك، اللي خرجوا في الحراك راهم كيموتوا في الحبس، اهضروا عليهم الاخوان، ديروا عليهم التدوينات، ديروا عليهم المباشرات، اللي قدر لي يوقف يخرج يدير الوقفات، اللي قدر يدير شي دولة اللي تعطي له كتسهل له يقدروا يخرجوا الناس يخرج. ولكن واحد الحاجة اللي ما ديروش، اللي ما يدير والو في هذه الساعة هذه، 4 المليون ولا 5 المليون الاخوان ما يخرجش بينا غير 100 ألف واحد، 100 ألف واحد صحاح في مناطق ويفرقوا داك الشيء اللي قلنا مبادرة نتاع نفرقوا على الناس. واش تكيدير داك النظام العلوي؟ نمشيو عند المؤسسات اللي يقدر يمشي المؤسسة يصيفط برقية يصيفط البراوات فين ما غي يديروا شي حاجة الاخوان. نحسوا باللي راه عندنا الاخوان ديالنا 4 ولا 5 المليون اللي راه كنقولوا حنا، كنهضروا على الشعب كامل، الشعب كامل. وراكي راني كنقول الناس اللي كتقول لك عطينا العهد، عطينا العهد على الحراك المبارك المقدس، وكنمشيو نهضروا في الحوايج اللي ما بغيتش انا نهضر باش ما يقول شي واحد راه مضرب فيه. الشعوب المغاربيه لازم تتحدث للتحرير من انظمه الديكتاتوريه. والشعب واش عادي نقول لك الاخ حتى الضوء شعلته بالجهه اخرى، اسمحوا لنا حتى الكاميرا دورتها، اسمحوا لنا الاخوان حتى الكاميرا دورناها بجهة اخرى. واش قاعدين نقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم ما شفنا هذا الشيء هذا ديال الجميع ديال الفلوس، وخليونا ما عرفوش رانا نقولوا هادو اللي كيمشيو. لا اله الا الله وصافي. اسمحوا لنا الاخوان، راه شي مرات الانسان يبقى يفكر في شي حوايج في هذه الوقيته هذه، ما نديرو حتى شي حاجه شي مباشر في هذا النهار هذا. نقول لك ماشي نجمعوا ولا نديروا هذيك ولا نديروا هذيك، في هذه الساعه نهضروا على المختطف اللي راه يموت، مختطف اللي النفس ديالو ما قدرش يتنفسها. المختطف هذا هو الحراك اللي خرج على المطالب، المطالب ديالو كل شيء باينه، المطالب عادله ومشروعه. نخرجوا على هاد الناس هادو، ديروا المباشرات على من ما بغيتوا. ولكن من يكون الاخ واش يقولوا لكم ناصر راه كيموت ما قدرش يتنفس، داروا له هذيك باش كيصوت، داروا له الكمامه باش يتنفس كينعس وهو جالس، واش هذه ماشي دعوه خطيره الاخوان؟ ونمشيو حنا نتلو. راه هذيك الدوله من كتشوفنا لا هي مع دوك الحوايج اللي بغات هي ادير في المختطفين ما بغات. هذه راه نقولها لكم نصيحه، نصيحه والنصيحة ما تكونش فضيحة في شي حوايج. راه مين كتقول ديك الدولة هذيك واش كتوصلك؟ كتوصلك لهاد الفضيحة هادي، توصلك تهضر على الحوايج اللي بغيت وكيدورو شي حوايج تما اللي ماشي حتلت. وفي ديك الساعات دير في المختطف ديالنا اللي بغيت. المختطف حنا ما كنفوتوكش، حنا حلفنا، حلفنا على دوك المختطفين على الكلمة اللي يخرج بالكلمة ديال الحق، ما نفوتوكمش. والله العظيم رانا مراد وكيزيدوا لنا كنقولوا هذا محمد السادس السفاح، ديك الدوله ما تسمعش كاع شي خبر مزيان، ما تخبرش مين جالو هذا المرض ناصر الزفزافي، مين جالو هذا المرض، مين جالو السيد سبورتيف وصغير وما ما في حتى مرض، ما كاي
يدير حتى شي حاجة، ما فيه شي بلية، ما مع... واش من جالهم هاد المرض هاد الناس هادو؟ ها ودي واش تقال لك ريان ناظور اودي روح تكمش حداك راه المغرب نهار ناظور يافا خارجين كاملين فين كنتو، كنتو كات تفرجو دابا الاخ ريان اللي قال لك عاود تاني تكمش روح تكمش ودي تكمش انت الى جالك البرد الاخ ريان ناظور اللي قال لك راه ريافه وهذيك وخرجوا وهذيك، راني نهضر على الاحرار، انا كنهضر على الاحرار. ما انت الا كنت من ناظور، الا كنت من المنطقه ديال ناظور، ناظور راه داروا فيها واحد القهوه ديال النساء، الا كان فيك تما النفس روح تما، روح تما وقول لهم محمد السادس راه جاي يدير تما القصر، راه يوجدوا له تما البار القهاوي ديال النساء، يعني المرأة خصها تمشي للقهوة باش يديروا له زينات باش يخدموا هذاك. حنا ماشي قلنا الحرية بالراس، وكل كل وحدة دير واش بغيت ويدير، ولكن ماشي من العهادة نتاع ديك المنطقة هذيك. وانت دير بالناظور وكتقول لي خرجنا كاملين فين كنتو؟ حتى حنا خرجنا الاخ، حتى حنا خرجنا، انا كشخص انا خرجت في ديك البلاد هذيك، خرجت وجيت لهنا لاوروبا وكملنا المسيرة انا والوقفات انا، ما كان هضرش على راسي انا، انا على راسي كشخص قلت لك واش تا كاين، ولكن نبقى وانت روح تكمش وروح دير هذيك باش نهضروا على الموضوع اللي بغيت نتايا تعجب لكم كاع كاع زوبيته. راني نهضر لو كان فيك الدم رايا نتاع الناظور ولا هذا اللي دخل، كان فيك الدم روح هضر على ناصر الزفزافي يقول الله يشافيه ولا الله يغلبكم على الشعب المغربي ليس ذكيا لان الدوله انتصرت في تلك الورقه الشعب الانسي تروتار. الشعب، الشعب كما يقول لك اللي يقول لك هضر على الشعب، الشعب المغربي هذاك الشعب الاموراكو شي نورمال كي السميه ديالو. انا اللي خرجت دروك راني نهضر عليه، راني نهضر على ناصر الزفزافي اللي راه يموت وحنا راه لاهيين، الدوله راه اللي اعطت لنا شي حوايج رانا نخدموا فيهم بلا ما نحسو. السلام عليكم اخي، شكرا لاخي على الطريق الصحيح، شكرا الاخ فيصل الزفزافي الاخوان اللي كتكتبوا، والله الاخ فيصل الزفزافي والاخوان الى عييت المرض والعيا وخص نورمال نطلع نعس، بصح مين شفت ناصر الزفزافي باللي راه يموت والناس دايرين المباشرات بلا ما نقول لكم كل واحد براسو اللي يدير اللي يدير، قلت حتى انا نمشي ندير واخا هاد الصفحه ما كنخدمهاش مره مره مين كتكون، قلت نخرج لحقاش ما انا واحد السيد ما نقدرش نعس الى قاس شي شوكه لاخواني في المختطفين، وسيرتو في هاد الحاله يقول لك واه مني كنا كنقولوا كنا كنقولوا ناكلوا العصا في الشارع فين كنت انا ريفي حر قال لك الناظور. الاخ الريفي نردو غير على هذا رايا الناظور قال لك انايا كنت كنا ناكلوا العصا وكنا ناكل، الناس راها في الحبس، الناس راها في الحبس، راها ضحات بعشرين سنة. عبد الكريم الخطابي راه السلاح جرى على الاستعمار، ماتوا، ماتوا الشهداء ماتوا، محسن فكري ماتوا تطحن، ما هاد الديسك ديالو خرجنا وكلينا العصا وكلينا هادي، الاحترام ديال الاحرار والحرائر. ولكن الاخر يا الناظور الا كتخرج انت في هاد الساعه هادي وتقول لنا انتوما ديوها وديروا هكا وهاد الهضره، ما عندنا ما نديروا بها، راه وصلنا، راه سيدكم داك محمد السادس راه كيحكم، راه عطى التطبيع مع اسرائيل، واش عاد عاد انا عادي نهضر مع ديك الدوله عاد عادي يوليو؟ الله ينصر الحق اخي عيسى، الله ياخذ فيهم الحق. شكرا عبد الرحيم الريفي على هاد التدوينه هذه، المهم اللي كيكتب لك بعدها كيقول لك الله ينصر الحق، هذه واحد الكلام عظيم الاخوان، هذه تحيه طيبه غاليه خي عيسى الغالي الصامد، والحياه الرموز والحياه والحريه لرموز التضحيه، والله الا واش قاعدين نقول لكم، ربي اللي راه عارف سيدهم، خليهم هذوك اللي راه يهضر على سيدهم ذاك راهي الناظور اللي يقول لك، وحشومه كاع تكتب الناظور في هذه الساعه بعدا رانا عارفوا فيهم تما الاحرار والحرائر، لكن الاخوان اللي كيدخلوا وكيقول لك انا بالناظور وانا خرجت ودرت الخرج، الله يرحم الوالدين اللي درتوا الخراجات وكليتوا العمود، الله يرحم لكم الوالدين، شكرا بزاف. اقبلوا ايديكم وارجلكم اللي خرجتوا، ولكن في هذه الساعه هذه راه قلنا لكم ناصر الزفزافي راه كيموت،
قلنا لكم ناس بزافي راه النفس ما قدرش يتنفس، عباد ربي واش كتفهموا ولا ما كتفهموش؟ اما رانيش نهضر مع الدوله الصهيونيه انا يعني ديال محمد السادس، راه كاين بين الفرق بين اليهودي والصهيوني المتصهينه. واش انا راني نهضر كاين اللي يقول لك الشعب، الشعب احترام ديالي للاحرار والحرائر قلال بزاف في ديك البلاد. علاش؟ لان باقي الشعب اللي ما خرجش للشارع الله تعالى عطانا الاسباب، كل شيء شفناه. شفنا محمد السادس فرق الفلوس على لي كاتيدرال، شفنا محمد السادس كيركعوا له يسلموا له عرج واليدين، شفنا محمد السادس كيشري القصوره في الظرف نتاع كورونا، شفنا محمد السادس دار تطبيع مع الصهاينه. ولكن الاخوان، شكرا، تحياتي للاخ نور الدين عواج عاوتاني، راه على واش تنقول لك، حتى الاستجابه ديالكم والتضامن ديالكم مع الاخوان في الريف، وحنا متضامنين مع الناس ديال البيضاء وجميع الناس الاخوان. ولكن الهضره اللي بقات دروك الاخ نور الدين عواج واللي كيوصلوا، راه الاخ ديالنا ناصر الزفزافي راه كان قريب يموت، كان قريب النفس تقطع له، داروا له الاكسجين وداروا له هذه، وراك تعرفوا ديك الدوله هذيك غير من شافوا تنوض شروينه، ما هما اللي كان قتلوه، لو كان قتلوه راه يعني مين كيدخل شي تدوينه ويخرج بها شي فلان فلان فلان، عرفوا باللي الدعوه حامضه بزاف، حامضه الاخوان. وراكم تعرفوا الدوله والدواوات ديالها، راه لو كان ما جبروا، لو كان ما عادش نتحركوا يقتلوه الاخوان، الا ما كانش الحركه يقتلوه، ما فيها رحمه ديك الدوله هذيك. ها هي دارت الطريق انقذوا حياه ناصر الزفزافي. شكرا للاخ نور الدين عواج اللي قال لك انقذوا حياه ناصر الزفزافي، تحياتي اخي عيسى الحر، عصام وماري، والله العظيم الاخواني لعيان نورمال طلع الناس، ماشي نقول لك انا والله يمين شفت باللي ناصر راهي يموت، قلت يا ربي اللهم انصرنا على القوم الظالمين، قلت يا ربي ما قديتش كاع الهضره وما قديناش، واش تنقول لك، كتدي وترد في الهضره، تجبر واحد النفس ما يقدرش يتنفسها، هو ناصر الزفزافي. النفس قال لك راه كيموت، نعاودها لكم 100 مره، كيموت، وحنايا كنلهيو في حوايج اخرين. ايوا راه هذاك من بعد، ايوا كتاب له، ايوا مات، لا لا والعياذ بالله. سيدي كنت انا هاد مور لاف ماندا فاش ندفع ناصر، بعتوه خدامتوه علاه فوقاش، عذبو نادير مسكين حتى لبس لدابا. وما عليش اللي راه يقول هذا، والله ما عرفت كاع واش راه يقول، واحد داخل بسمية ديال ريان ناظر، ما عليكش اخويا، كتب وفاجي على راسك، عندك الحرية هاد الليلة هادي و2021 حتى 2600، كتب على راسك، اكتب على راسك. حنايا يعني نهضرو، حنا ما كنديرو والو، حنا الحاجة اللي كنقدرو كنهضرو، نهضرو على اللسان ديالنا. بصح لو كانت حلت هاد كورونا، هادي هاد المرض هذا، لو كان مشى عرفوا عاوتاني نمشيو والله حتى نشيبوهم في القنصليات. ولكن لا اله الا الله، هاد المرض كوان سنه ما يقدروش يخرجوا، حتى الناس ما يقربولكش. ولكن بعد كل عسر يسر، اللي كنقولوها نقولوا انقذوا حياه ناصر الزفزافي، خرجوا الاخوان هضروا عليه، ديروا المباشرات عليه، فرقوا وعلى باقي المختطفين اللي راه كنقول باقي المختطفين. ولكن هذه الحالة ديال دروك واحد الحالة خطيرة، واحد الحالة يرثى لها، واحد الحياة. لا واحد السيد، أنا من قبائل الجزائر متضامن مع المعتقلين الرياف، شكرا للأخ اللي قال لك أنا من الجزائر، تحية للناس الجزائر، ماشي الشياتة، ماشي البياعة، ماشي الشكامة، الرجال نتاع بصح اللي خرجوا داك النظام عاوتاني، النظام اللي قالوا لي جينيرو رحلوا علينا، اللي جراو على بوتفليقه والعشيره ديالو، كنحييكم تحيه عاليه، نحمل كامل المسؤوليه. شكرا الاخ نور الدين عواج، نحمل كامل المسؤوليه، الملك فيما يقع الصنديد. شوف الاخوان بالدار البيضاء، الاخوان شوف سبحان الله منا، وكيقول لك نحملوا المسؤوليه لمحمد السفاح اللي كيحكم ديك الدوله هذيك. وانا اللي كنقول هنا، ذاك السيد هذاك اللي سميتو محمد السادس، هذاك ما عندوش، ما قادش بالمسؤولية، هذاك ما قادش بالمسؤولية، هذاك بياع وشيات
وواحد نقولوا عادي نقولوا شي فضيحة اللي ما كايناش. واش اللي يتبع الطيارة اللي ولات تنزل عندك في الرباط محمد السادس، الطيارة ديال إسرائيل ولات تنزل عندك، قلت يا ربي لو كان غير مشات هاد النفس هادي قبل ما نشوف هاد الشيء هذا اللي راك ديرو يا محمد السادس. دار لكم الكمانجة مع الاذان، كنا نقولوا الشعب كامل اللي كيصلي وكتمشيو للجوامع الجمعة ما تجبر حتى واحد في الشارع. قلت انا يا الناس عادي تخرجوا تدافع على الدين ديالها وتدافع الاذان، الاذان اللي عزوه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال لبلال اطلع فوق الكعبة لتؤدي الاذان، لانه كان يجلد في الكعبة وما زادش ما طلعش شي واحد موراها من غير هذا السفاح نتاع بن سلمان. وجا محمد السادس دار لكم الكمانجة ديك الدولة ديال 40 مليون اللي راني نهضر عليها اللي تسمي راسها الدولة المغربية. حنايا راه اللي كنقولوا لكم هذه الدولة هذه حنا راه خوتنا، الدار البيضاء، الصحراوة، الأطلس، القبائل، الجزائر، كل شيء، اليونان، اللي بغيتوا اللي بغيتوا. ولكن الصهاينة تحطوا انتوما محمد السادس اتصل برئيس الوزراء نتاع إسرائيل غدا ليه ضربوا غزة، كيقتلوا الأطفال الإخوان بالمباشرات، عندهم داكشي موثق بالكاميرات. وانتم اللي كتمشيو تدعيو على اليهود وديروا لهم، انتم درك كلشي سكتوا. والاحزاب بنتي يا منيبه، ولا منيبه هذيك اللي كتخرج تقول لك حزب اليسار، اللي كنتي ديري الوقفات وكنتي ديري الاحتجاجات مع الناس ديال فلسطين وكنتي تهزي الاعلام ديال فلسطين تعلقيه، درك ما قديتيش تقولي الاعلام ديال فلسطين، بقيتوا تقولوا. نقول لكم غير هذه السياسه ديال محمد السادس الكافر بالله عدو الله كيدير المنافقين والكذابه، يبكيولك في المباشرات باش تتبعهم باش يقول لك هذا راه ما فيك. ولكن حنا نقول لهم الاعلام ديال فلسطين كتعلقوهم مورا، الاعلام ديال فلسطين ديروا له اللي بغيت، وتخرجوا ديروا له 50,000 حتى 60,000 واحد يدير المظاهرات على من على فلسطين. ايوا خرجوا درك، خرج اضرب ضد محمد السادس السفاح اللي عطى لي سنية اللي داء الطيارة قلعتونا القلب. والله إلا حشمنا كاع، والله إلا حشمنا على سمية ديك المغرب، علاش هاك سميت اللي تقول الوطن، اللهم تقول الوطن ما تقولش المغرب، المغرب ولا صافي شوها السمية نتاع المغرب. هضرت مع الناس بالجزائر، هضرت معاهم هذوك خوتنا هذوك، هضرت معاهم والله الا حشمت. قلت له قال لي ايه وعيسى كي داير واش المغرب، قلت له ما ديك السميه ما تقولها ليش كاع، ما تقولهاش ديك المغرب ما تقولهاش، ماشي نقول لك انا يعني عنصري ولا هذه، كان نبغي خوتي الفقراء، نبغي الناس عزاز عليا، الناس كاملين نبغيهم يعيشوا ملاح. ولكن اللي وصلنا لهذه الفضيحه ها هو الاخوان، ها هو قال لك الهالك هو اللي يهلك الشعب وخائن لثرواتنا وظالم لشعبه. ها هو اخوان برشلونة عاوتاني كتبوا لك قال لك الهالك هو المسؤول، هو المسؤول على كل شيء، نحمل كامل المسؤوليه. والمسؤوليه ما قادش بيه محمد السادس، ارحل ارحل وراك غادي في الراحل. ونقول لكم عاود تاني الاخر، قلت لكم محمد السادس والولد ديالو، الولد ديالو من عنده 8 سنين عنده 8 ملاير، والله ما يعقل على المسكين، زاد في الارهاب، كبر مع باه كيطلق لي بيدوفيل دانيال والاماراتي وزيد وزيد، هذا الحديث ما نحسوش به. كبر كيبان له باللي باه هو اللي راه كيدير الحاجه اللي يحللها ويحرم، ان الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون. شكرا الاخ ناصر زفتفي، ان الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون. ولكن الله تعالى كيعطي لنا المثل في الدنيا، كيعطي لنا كاين اللي كيحلل كي يجيب محللين سياسيين يقول لك ها كيفاش وقع، راه داك الشيء اللي في المغرب يفوت هكا يفوت هكا. الله تعالى كيعطي لنا الادله في الحياه ديالنا الاخوان، الله تعالى عطى لنا الاسباب باش داك محمد السادس تقولوا له رحل بداك المكان ديالك، راك كثرت وطلقت الريحه في البلاد نتاع، درت سميتها اماره المؤمنين، طلقت الريحه محمد السادس باش تخرجوا. الله تعالى عطانا الاسباب، ها واش تدار محمد السادس، ها واش تدار، ها واش تدار، ها هو في التالي تبع لكم مع اسرائيل. واش تبغيتو اكثر بهذا الشيء هذا مع الصهاينه؟ واش تبغيتو؟ واش كاين شي راه الدول الاوروبيه هما ما داروش تطبيع مع اسرائيل، ما داروش تطبيع مع الصهاينه، وزيره اللي كانت تقتل في عباد الله تما في غزه ممنوع عليها تجي لاوروبا، وانتو ما كتمشي عندكم تنزل عندك محمد السادس يعرض لها الوزير ويعرضوا لها الوزراء ديالك
ولكن الوزراء ديالك منافقين وكذابة وكديروا شي وحدين بحالي باش الشعب يحسبهم باللي بهلولين باللي ما عندهمش العقل. دوك الناس عندهم العقل ولكن كيلعبوا على الشعب باش الشعب يبقى يقول هادوك راه غير هبالة اللي يحكمونا. هادوك اللي يحكمونا عارفين واش تا كيديروا، عارفين يعجب لهم الظلم. محمد السادس في مرة شي ظالم ومنافق وكذاب، شوفوا مش فاتوا صحاب الحياة، شوفوا العدالة والتنمية، شوفوا الأصالة والمعاصرة، شوفوا راه داخلكم واحد الحزب ديال الشيطان اخر بواحد طريق اخرى، العدل والإحسان اللي كيدير العدل والإحسان وفلسطين خرج العدل والإحسان اللي درتو الإرهابيين اللي عطاكم محمد السادس لوتوريزاسيون باش تبقاو تلعبوا الناس على الراس ديالهم قرضهم دواعيش. نوضوا هضروا العدل والإحسان، مساجد بلعتو الفم، الأئمة ما كانش اللي كيهضر، والأخ ديالنا ناصر الزفزافي نقولها لك محمد السادس ونقولها لك والله العظيم، راه داك السيد هذا راه غير قابضنا هذا المرض هذا، القنصليات غادي نمرضوهم لك، القنصليات غير روح حلهم في أبيجان ولا في دوك الدول ولا في إسرائيل، كاع دوك القنصليات اللي راهم في أوروبا غير روح بدل لهم البلاصة وصيفتهم لإسرائيل، وهذيك الساعة راه ما نقدروش نديروا الوقفات تما. هذه هي الهضرة اللي غادي نقول، ولكن في هذه الساعة هذه راه اللي نقدروا نقولوه هو نهضروا مع الإخوان ديالنا ونرفدوا للدين ديالنا الله تعالى، نطلبوا من الله تعالى يسلط عليك شي حاجة أكثر باللي راه فيك، واخا ما الدعوة ما خصهاش تكون، ولكن الله تعالى على قد الأفعال ديالك، على قد الأفعال ديالك، وكل واحد على قد الأفعال ديالو، نتمنى ربي يخلصنا في الدنيا قبل الآخرة، ولكن أنت يا محمد السادس والأتباع ديالك وداك الشيء اللي راكو كديرو فيه وتقتلوا في الإخوان ديالنا في السجون، ربي راه كيشوف كلش، ربي راه كيشوف كلش، الحي القيوم الذي لا ينام. هذه الرسالة اللي كنقولها لكم، سمحوا لنا راه في هذه العشية هذه الإخوان اللي كيدير، ديروا نشروا ديروا باللي خوكم ناصر راه كيموت، باللي راه التنفس القلبي يمشي له، واللي يقول لكم لا ولا هذه كذب، انتم راكو عارفين واش كاين في الحباسات ديال ديك البلاد هذيك، ديك الدولة هذيك خصها تلهيك في شي طريق أخرى، هي مرضوا لنا ناصر غير بديك الهضرة راه هذيك راه دار، راه هو كيفوت عباد الله لأوروبا، راه هو اللي سبب الهجرة، سبب هذيك الهجرة معروفة 60 سنة هي قبل 2016، قبل 2016 كان 15 مليون مغربي خرج بالمغرب، شكون خرجهم؟ خرجهم ناصر الزفزافي، خرجتهم انت محمد السادس، خرجهم باك السفاح، خرجهم عاوتاني في العهد ديال جدك اللي طلع بالكاتكات والقمر ولا ما عرفت، هاد الخرافات والشعوذة ديالكم اللي ما بغاتش كاع تمشي. الرسالة ديالي وصلتها اخوان ديالي، خوكم ناصر الزفزافي راه مريض بزاف، راه كيكون جالس على الكرسي كيغيب كينعس، راه الاخ ديالكم قاستو لا ميديتي في الصدر ديالو في كل شكون دارها له، داروها له دوك السجون اللي ما كيحلوش، النفس اللي هو ما عندوش حتى له مين كيدخل كيبلعوا عليهم يلعبوا عليهم. علاش قلنا لكم حنا كيقول لك لا راه عطاو لهم، راه تلاقاوهم، راه تلاقى الاخر مع الاخر هذيك باش يسكتونا حنا، ولكن الحاله ديالهم هما كي كنعرفوها راهم في الحبس، واللي يكون في الحبس نتاع المغرب شي يكون في الحبس يكون شفار وقتال، وهذا اللي كيقول الكلمه ديال الحق كتعرفوا واش تا كيدير. بارطاجي يا اخوان، شكرا اخ بوناجي عماد، عاوتاني حتى انت كدير شي حوايج مزيانين كيعجبوا لنا مع المجموعات ديالكم، شكرا للاخوان، حنا راه كنهضروا كنوصلوا للاخوان، والله واخا يكون 10 ولا 15 انا ما عندناش مع هذه الصفحه ما كنخدمهاش، قليل اللي كنخدموها، ولكن للضرورة أحكام من كتشوف خوك راه كيموت في الحبس ما تقدرش تمشي تنعس بلا ما ترد الخبر. لهذا حنا كنقولوها التطبيع اللي تبعته محمد السادس، العالم كامل عندك الخبر، ما كاينش شي دولة اللي عادي تستقبلك، واخا استقبلوك دوك العصابات ديالهم الشعب ديال الدول ما عادش يستقبلك، وإلا فات هذا المرض هذا والله حتى نفضحوك، نزيدو نخرجوا للشوارع، نزيدو نديرو المنشورات نفرقوهم على الناس، انت والارهاب ديالك يا محمد السادس يا عدو الله. وتحية عالية للاخوان، سمحوا لنا الا كنا بنادم يهضر بهذه الطريقة، رانا عيانين، واخا راه التركيز واش تنقول لكم، التركيز ماشي كاين شي مواضيع الانسان يهضر فيهم، ولكن مين كتجي تخرج ويخرج لك
باللي الاخ ديالك اللي راه في السجن راه كيموت، وحنايا لاهيين في المباشرات اخرين في الشطيح والرديح ومبروك راس العام وداير هذه، كل واحد واش تا كيدير، دبر راسكم حرين في الحياة ديالكم. بصحة الاخوان، مين كيخرجوا الاخوان ديالنا يقول لك راه يموت في الحبس؟ خرجوا تكون كلمة واحدة، تكون كلمة واحدة. شكون اللي خرج 15 مليون حرقها خرجت بديك البلاد؟ ماشي ناصر الزفزافي، خرجها محمد السادس، خرجها الحسن الثاني السفاح، خرجها جدو 15 مليون. شكون خرجها؟ شكون الناس من بكري هي كتموت في البحر. أبارك ما تكذبوا على عباد الله، أبارك محمد السادس ما تستفق البيادق ديالك، أراك عيين ماشي عينة ملينا والناس عرفوك باللي راك تكذب. شكرا أخ مراد الحموتي، تحياتي عاوتاني. والله أخو مراد واخا نمشي ورانا نمشي واحد العدد كبير، خصنا نمشي للسبيطر وهذاك عاد مراد، ولكن أخويا مراد مين كتشوف خبر ناصر الزفزافي تشوف راه يموت، داروا له الماسك قريب، التنفس قريب يمشي له كاع التنفس، صافي كان مشالو النفس، فيكون جالس في الكرسي كيغيب. وديك لو حنايا لاهيين مع حوايج اخرين، واحد لاهي مع مباشر من الهي، وهذيك خص من يكون عندنا بحال هاد الحوايج هادو نتاع الاخوان وسيرتو هادو اللي راهم مختطفين في سجون الذل والعار. لحقاش الدولة الا ما درناش ردة الفعل راه يديروا فيهم الطريقة، الاخوان يديروا فيهم ما بغاو، الا شافونا لاهيين في حوايج اخرين الدولة ديال محمد السادس كدير فينا الطريق. نتمنى من الله تعالى ما نكونوش كثرنا عليكم، والله وخم على العاية. وهذاك قلنا نتصلوا ونهضروا مع الإخوان ديالنا، نقولوا لهم نثبتوا راسنا، الحراك المبارك المقدس الكلمة، فضح الفساد والمفسدين، فضح الفساد والمفسدين، فضح محمد السادس والجنود ديالو، وفضح المعاناة ديال الفقراء نتاع المسكين نتاع الممر اللي مرات نتاع السبيطار. راكو عارفين على من نهضروا، كل شيء راه باين هاد الوقيته، ما عندك ما تفهم. ما الشعب باش غادي نستنى واحد الحاجة بواحد الشعب؟ كنت فاتت دينيا، دينيا لعبوا بالدين في ديك البلاد، الحاكم محمد السادس لعب بالدين، اجتماعيا لعب بالمجتمع ديالنا، لي بيدوفيل والاغتصابات والسياحة الجنسية، ثقافيا الثقافة مشات، واش تولات الثقافة؟ الثقافة غير ديال كيسميتو العربي باطمة علق لها كيسميتو اللي شان، ولا ما نعرفت وراكو تعرفوا التراكس عاوتاني، ولا ما نعرف كيعطيو لها شي حوايج، راهم تما الفلوس كيعطي الفلوس للمغنيين والشطاحه والرقاصه. راكو عارفين ثقافيا اجتماعيا، واش تبغي تخرج؟ واش تبغي دينيا؟ مشى المجتمع، مشى ديال ديك البلاد هذيك، مشى صافي مشى. واللي كيبقى فيك يبقى فيك دوك، يبقى فيك ذاك المرض نتاع 62 الف مسجد اللي مرسم، راه فايته 80 الف، 62 ألف مسجد. أويلكم يوم تبدل الجلود غير الجلود، يا أعداء الله يا أئمة الكفر، لعنات الله عليكم. بل دخل في الجامع لليهودي، اليهود ما صالحينش، اليهود ما صالحينش، ومن تبع لكم سيدكم محمد السادس، ديروا الرجل على الرجل ضرب، ما كانش اللي يهضروا ضربوا الدجاج محمر. واستناوا الساعة من علامات الساعة الكبرى إن شاء الله، مشيئة الرحمن الله تعالى اللي يشفي الغليل ديالنا في هاد الأئمة ديال الكفر اللي العام كامل هما يضربوا في الصهاينة، والعام كامل هما يتبلوا في الصهاينة، راه ما صالحينش. سيدهم محمد السادس خرج، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي نتاع محمد السادس، ماشي الإسلام اللي معروف اللي هو معهود على الرسول عليه الصلاة والسلام، الإسلام ديال محمد السادس اللي خرج ودار داك الشيء هذاك وفضح اللي 62 ألف مسجد، فايت 80 ألف إمام، فايت وهذوك اللي كيقريو ويدرسوا القرآن حتى واحد ما هضر. يا للعجب يا للعجب يا للعجب. الأذان مع الدقة المرة عادي يبقاو يصليو لكم، الدقة المراكشية ما تهضروش، هاي الثقافة اليهودية عادي تدخل عندكم، عادي تبقاو تقراوها في المدرسة، غادي تجبروا التاريخ والثقافة ديالكم مشات. لحقاش الثقافة الأمازيغية اللي كانت قبل في ديك المنطقة مشات صافي، ودخلوا لكم، دخلوا لكم حوايج أخرين. ولينا الناس شفتوا الشعب اللي نقول ذاك الشعب الناس ولات تكرهنا الإخوان، نقولها لكم، نقولها لكم، الناس ولات تكره ذاك الشعب المغربي، راه تقول يمكن وهذه غادي يبقاو يحقدوا علينا الإخوان. الناس يقول لك شوف دوك الناس مالهم ما يتحركوش، مالهم واش تاكلاو؟ واخا تاكل السم تموت،
تمشي تنتحر وما تعيش، ما تعيش مدلول وتعيش انت طيارة نتاع اسرائيل تنزل عندك، تنزل عندكم يا اعداء الله، تنزل في ديك البلاد ديال الاماره ديال المؤمنين وتعرضوا لها انتوما. الوزراء العثماني يعرض للطياره ويدخل في البرلمان يقول لهم لا خصنا نحاربوا التطبيع وخصنا. يا المنافقين يا المنافقين يا ود، يا الائمه في المسجد داخل اليهود وهذيك لم ترضى عن كلام النصارى واليهود حتى تتبع ملتهم، وقتلوهم وذبحوهم وسلخوهم. بس محمد السادس يعطيك الاوردر. هذا واحد زكريا المنصوري هذا هضر واحد في طنجة حبسوه في البلاصة، هو زكريا المنصوري قال لك واحد هضر، واحد الإمام هضر، إمام واحد هضر في طنجة حبسوه، وهذا ماشي عاد غير إمام وصفي، هذا كيعلم الناس. نعطي لك الأخ زكريا المنصوري هذا كيعلم عاوتاني حتى للولاد الصغار يعلمهم القرآن، عنده ذاك المدرسة نتاع القرآن، حتى بالتمدرس حبسوه، ما يقري ما يدور صافي ما يعيش ما يزيدش يعيش. واش خصو؟ خصو الائمه ديال الكفر اللي يتبلوا له هذا. وحنا كنعرفوا كاين شي ائمه يقول لك واش تنديروا درك واش نسمحوا؟ اسمح جمع راسك، اجمع راسك ائمه الكفر، واش غادي تمشي انت؟ تحيه خويا امين الريفي، تحياتي لكم، تحياتي لكم الاخوان كاملين، نخليكم في هذه الساعه هذه، نتمنى من الله تعالى ما نكونوش طولنا عليكم، واخا سمحوا لنا راه بعدا كاين الاحرار والحرائر كيدخلوا تما، هذيك عاشه محمد السادس ما كيكتبوهاش، ما بقاش، صافي صافي مشات، مشات الى مزبله التاريخ، الى مزبله التاريخ والموضوع ديالنا راه كلشي باين، العالم كامل راه كيهضر. الاخ ناصر الزفزافي اللي راه يموت في الحبس، راه حنا اخوتك، راه عندك الاخوان ديالك في اوروبا، سواء ناصر الزفزافي، نبيل حمجيق، محمد جلول، الحاكم حيي، والحاكم محمد الحاكي الاخبار عاوتاني هو اللي واش تعني نقول لكم شي حوايج كيوصلوا، كنحييوهم بزاف واحد التحيه عاليه، سواء الاخ حسن باربا، حسن حاجي اغيدا، سمحوا لنا الاخوان كاملين اللي ما ذكرناكمش، وعمر راضي، ونزيدوا جميع جميع المناطق حتى اللي في ورزازات كما كنقولوا دائما. الحاجه اللي كنتمناو من الله تعالى نعاودوا نتجمعوا على كلمه الحق، ونفترقوا على كلمة الصح، ونهزوها في القلب ديالنا، وندافعوا على الإخوان، على الإخوان ديالنا، ندافعوا على ناصر الزفزافي، ماشي غير الأهل ديال الريف اللي خص يدافعوا عليه، ماشي غير أهل ديال ذاك الوطن المغربي اللي يدافعوا عليه، ما أنا حنا بغينا العالم كامل اللي يدافع، فين ما راه شي واحد فيه الإنسانية، سواء من الصحراء، سواء من الأطلس، سواء من المناطق الشرقية الغربية جنوبا شرقا، يهضروا على الإخوان ديالنا. الاخ ديالنا ناصر الزفزافي اللي راه يقتلوا النظام، النظام المجرم، الى ما تحركناش حنايا الاخوان، وحنا نتحركوا، ما عندنا لا دبابات، ما عندنا لا طائرات، ما عندنا حتى شي حاجه، عندنا كلمات الحق في الفم ديالنا، والله تعالى اللي فوق كل حاجه، والله تعالى ينصرنا. حنا كما كنقولوها دائما، حنا كما كنديروا كنكونوا حنا منهزمين، الانطلاقه ديالنا في الحياه منهزمين، باش منهزمين بالموت، اي واحد مهزوم، اي واحد يوصل، غني فقير، قوي ضعيف، مريض بالصحه ديالو، كل واحد، ولا تدري نفس باي ارض تموت، راه كل واحد كيوصل، توصلوا الساعه ديالو كيموت. علاش كنقولوا حنا دائما مهزومين؟ ولكن سعدات اللي قال الكلمه ديال الحق، سعدات اللي قال الكلمه ديال الحق الاخوان، واللي دافع الاخوان اللي ما كيرضاوش الظلم بالعبوديه. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، اللهم اشف أخانا ناصر الزفزافي ومن معه، اللهم اشفهم بشفائك يا أرحم الراحمين، فلا شفاء إلا شفاءك، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انصر كلمة الحق، اللهم انصر كلمة حقك لما ترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا من يعلم، يا من يعلم علو الجبال وعمق البحار وعدد ورق الأشجار وعدد نقط الأمطار، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصر إخواننا في سجون الذل والعار، اللهم اشف أخانا ناصر.